لينفوكس. إذا نقابة التعليم الأساسي تقرر عدم إجراء الامتحانات. معنا في المباشر عضو النقابة توفيق الشيبي. توفيق صباح الخير. صباح الخير ومرحبا بكم كافة المستمعين. شكرا جزيلا. شنو هو المسألة بالضبط أستاذ؟ تم اتخاذ نهائيا قرارنا، شفنا البارح بيان تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيه ختم نبيل الهواشي وأيضا حتى توقيعه، تم اتخاذ هذا القرار بعدم إجراء امتحانات الثلاثي الثاني. هو القرار ليس بجديد في الحقيقة، القرار اتخذ في الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم 7 أكتوبر، واللي وقتها الهيئة الإدارية اتخذت زوج قرارات، قرار حجب الأعداد وخاص بالثلاثية الأولى، وقرار مقاطعة الامتحانات خاص بالثلاثية الثانية في صورة عدم يعني تقدم المفاوضات. والبلاغ الذي أصدرته الجامعة العامة البارحة هو التذكير بقرار 7 أكتوبر ودعوة الزملاء والزميلات إلى عدم يعني اعداد امتحانات وعدم مد الطرف الاداري والبيداغوجي باي وثيقه في علاقه بالامتحانات. تعلمون جيدا احنا انعقدت هيئه اداريه يوم 29 اوت لتبويب مطالب القطاع، وكنا يعني قابلنا السيد الوزير السابق ومددناه باللائحه المهنيه واللائحه التربويه، و يعني رسلناه في العديد من المرات ل التفاوض في مطالب القطاع، إلا أنه في مفتتح السنة الدراسية اختلقت لنا وزارة التربية المشاكل اللي تعرفوها جيدا تاع العون المكلف والعقد المنظر إلى غير ذلك، وصارت العديد من التحركات وتوجت باتفاق 16 نوفمبر الماضي. وهالاتفاق هذا اللي كان تعودوا له وتتلقوا يفترض أنه في آخر نوفمبر تكون اللجان أنها تشغالها ويكون الأمر ترسيم العوان الوقتيين الزر إلى غير ذلك، إلا أن اتفاق 16 نوفمبر رغم لم يجف يعني حبره بعد الوزارة تلكت ولم تفعله. ثم في الاتفاق هو بيدو يزيل بأنه تنطلق المفاوضات في 4 محاور اللي تهم مطالب اللائحه المهنيه، والمحاور هذه فيها هي لجان لجنه الموارد البشريه تعني بكل ما هو موارد بشريه، لجنه يعني المنح والمكافئات المطالب ذات المفعول المالي، ولجنه الحمايه الاجتماعيه، واللجنه التربويه اللي تعني به يعني تطوير البرامج ومراجعه يعني المنظومه التربويه بصفه عامه. هذه الى حد الان لم تنطلق فيها المفاوضات بعد. يعني اتفاق 16 نوفمبر لم يفعل، والمفاوضات باش تنطلق في المطالب تاع القطاع اللي هي اساس، وكانت لان المشاكل تاع مفتتح السنه الدراسيه ارادت وزاره التربيه ان تهمسنا عن مطالبنا. اذا اليوم بقدوم الوزير الجديد سي توفيق الشيبي ما تمش حلحله هذه الامور وكل هذه المطالب، يعني المواطن التونسي هذا شنو يستنى راه؟ بالضبط، احنا كنا نعمل ذلك، وانعقدت جلسة يوم 14 فيفري مع السيد الوزير الجديد ويعني ممثل رئيس الحكومة الوظيفة العمومية والهيئة العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية والوفد المرافق والسيد وزير التربية، وكنا ننتظر أن نجد إجابات يعني عن مطالب القطاع، لأن كانت جلسة لي يعني بس مشاكل القطاع ولم نتلقى أي إجابة. ولكن تصعيدكم خطير، ما تلقيتوش إجابة ولكن تصعيدكم خطير أستاذي، أنه بعد أسبوع 6 مارس هناك امتحانات باش تكون موجودة. إذا حطوا التلميذ اليوم في ظل هذه المشاكل، هذا راهو يضر بالأجيال القادمة، يضر بجيل كامل في أنه ما يعديش الامتحانات في وقتها المحدد ويدخل لخبطة على العائلات التونسية. أنا معك، لأنه إحنا بدينا أولياء، إحنا 70,000 وعدنا تلامذة وعدنا أولادنا يقرأوا إلى غير ذلك. يمكن أنت نقابي تلقى تبرير لنفسك أستاذ، ولكن راهو المواطن التونسي والعائلة التونسية ما تنجمش تلقى تبرير. شوف إحنا إيش نقولوا، لأن في الجلسة اللي صارت مع الوزير الجديد يوم 14 نوفمبر اتفقنا أن تكون خلال هذا الأسبوع اللي نحن فيه تكون جلسات متتالية من أجل حلحلة الواقع، لأن هذا لم يحدث تماما. وإحنا نقولوا 6 مارس مازال عندنا الوقت للتدارك، لو أن نجد يعني تفاعل إيجابي هي تنجل سواء طاولة المفاوضات، ما يمكن تحقيقها نعقوه، ما يمكن يعني تبويبه وبوبوه إلى غير ذلك. أما أنك ترفض المفاوضات
تماما وما تقدم حتى مقترح. ويعني احببنا امكانهم لان هم بيديهم يقروا اعلى هرم في السلطه قرر بان الوضع المادي للمدرسين يعني يعني تاكل واحترى ويعني اصبح هات نشوفوا مخارج هم رافضين ذلك. ما هيش غايتنا بالعكس ان نحرم ابنائنا من حقهم في التمدرس، واكبر دليل ان مشينا بحجب الاعداد يعني تدريجيا ومكنا تلامذة من حقهم في التقييم ولكن ما اخذناه وشكرنيات نعمل انا ها وش حشتنا احنا حشتنا فيها ما تبقى من الوقت ان نجلس على أول المفاوضات وتكون مفاوضات جديه ومسؤوله، لان الاولياء اللي انا بيدي اتالم لاني ولي، ولكن اراهم الاولياء شكونهم؟ راهم تبرا محامين راهم قضاة راهم مدرسين راهم ما نعرفش انا يخدموا في التاجر، الناس هذه كلها ناضلت من اجل تحقيق المصالح نتاعها وقامت بتحركات عندما يتحرك المدرس بطبيعه. مفهوم كلامك، ولكن القراءه اليوم وتنجم تقرا بالطريقه هذه زاد توفيق الشابي في كونه نقابه التعليم الاساسي بحكم اختلاف محمد علي البغديري مع المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد عام الشغل، اذا هناك نقابات تريد ضرب محمد علي البغديري وهو مزيك يدخل على راس وزاره التربيه، هكا القراءات ايضا تقرا من جهه اخرى. اولا احنا نبارك تعيين الاخ محمد علي البغديري باعتباره امين عام سابق وباعتباره نقابي وباعتباره هو بيده مطلع على مشاكل القطاع، ثم اللي يحب يقول الكلام هذا يحب يساعد المال العاجبه، لان القرار ما اتخذش وقت تعيين محمد علي البغديري، القرار اتخذ يوم 7 اكتوبر في الهيئه الاداريه التي انعقدت يوم 7 اكتوبر، يعني قبل ما يتعين محمد علي البغديري وغير محمد علي البغديري، ونحن راهي ما تهمناش الاشخاص، احنا تهمنا يعني التعامل مع الملفات وكيفيه التفاعل معها، وارجو لتاريخ القطاع مهما كانت تسميه وزير ومهما كان نوعه، في عهد نجيب الله صار تحركات، في عهد سالم الابيض صار تحركات، في اي عهد الوزير السابق يا اخي موسى النقابي اذا كان يعني من نقابه التعليم العالي فتحي. انت تعرف ايضا كيف واضحه الاجابه، انت تعرف كونه ثم بعض المعلمين اللي احتجوا 43 معلم تم يعني ثم شكايه ضدهم بسبب هذا التحرك ايضا ثم نقابيين اخرين تم استدعائهم من اجل البحث معهم ووقفوا قدام القضاء. انتم ايضا ما عندكمش هذا التخوف من انه يتم ايضا تاخذوا قدام القضاء من اجل هذه القرارات؟ احنا ندين ما صار في سيدي بوزيد لزملائنا على تنفيذهم لوقفة يعني احتجاجية نتيجة اعتداءات متكررة على المدرسة، وشفتوا استاروا أن نقابيين يعني يحالوا على القضاء إلى غير ذلك، هذا ليس بجديد على النقابيين وعرف. ما عندكمش انتم هذا التخوف بهذا القرار؟ احنا القرار هذا قرار سلطة قرار، واحنا كجامعة عامة للتعليم الأساسي احنا مكتب تنفيذي وننفذ القرارات، احنا نقولوا عدنا الوقت اذا كان وزارة التربية تكون جادة ومسؤولة ان نجموا ونجموا مخارج وتفاعل، الا انه اذا كان اذانا يعني سماء وما تسمعش وما تشوفش وما تتكلمش وما تقدم حتى مقترح، ما علينا كان ان نفذ قراراتنا وما علينا كان ندافع على حقوق زملائنا ومسار زملائنا المشروع. شكرا جزيلا توفيق الشابي عضو نقابة التعليم الأساسي حول قرار عدم إجراء الامتحانات للثلاثي الثاني في التعليم الأساسي. كامل